السلام الله عليكم جميعا. شكرا لجميع المشاركين والمتتبعين معي في القناة. ولأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس ودعموني بلايك فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم في قناة طبخ مريم. السلام الله عليكم جميعا، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن حال وفي صحة جيدة. تشكر جميع المتتبعين المشاركين اللي معي في القناة. ولأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش دعموني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش وصلوا بجديد الوصفات اللي تنحط في القناة. ودعموني بلايك فضلا وليس امرا. شكرا لكم كاملين. وصفتنا ديال اليوم هي عبارة عن غلاس بدون كريمة، عفوا بدون غلاس او لاموس وبدون حليب محلى. هذا الغلاس اللي تيجي ساهل ومقاديره بسيطة بزاف وتيجي ناجح وغير مكلف. تيجي على هذا الشكل. هذا خليكم معايا تشوفوا الطريقه اللي غادي نديروا بها هذا الكلاص ديالنا، كلاص او ايس كريم. المقادير اللي تنحتاجوا لهذا الكلاص ديالنا، تنحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، نحتاجوا هذا الكرتونه ديالو لان نديروا بدون قوالب. عندنا جوج معالق ديال النشا، عندنا نكهه الفريز، وعندنا هاد العويدات هادو 50 حبة حتى يكون فيها. غنستعملوا هاد الحليب هذا على حساب الكلاص ديالنا باش ما يجيش مربع، باش يجي طويل شوية. واللي بغى يستخدم شي كرتونة اخرى يستخدمها. بسم الله نبدأ على بركة الله. تنخويو الحليب في كسرولة، نصف لتر ديال الحليب اللي عندنا، تنوضعوا جوج معالق ديال النشا، تنحركوها باش تذوب لينا ديك النشا، تنوضعوا نكهة الفريز، وتجي زوين بنكهة الفريز. تنوضعوا جوج معالق ديال السكر سنيدة كبار. تجي هنايا باش نقدو الكرتونه ديالنا، تنختاروا القياس اللي غادي نبعدو بها باش غادي نديروا العواد. تنديروا ثقبو غير بشويه باش ما تجيش ثقبه كبيره باش ما يخرجش على برا الخليط. تنبداو نوضعوا العواد على هذا الشكل. هذا هاد الكلاص يجي زوين وناجح بزاف بالنسبه اللي عندها الوليدات بلا ما تشريه من الزنقه وغير مكلف، يعني تصوبوه غير في الدار. وبالنسبه حتى للاخوات المبتدئين اللي ما تعرفوش، تنخليو هاد على هاد الشكل، هذا التباعد بين كل وحده وحده. وتنحاولوا اننا ما نديروش شي ثقبه كبيره باش يجيو راسيين باش يصدق ناجح. تنستمروا هكايا نفس الطريقه. من بعد ما حطينا الكاسروله خليناها تتغلي، غلات مزيان وبقينا مستمرين في التحريك ديالها، ما خصهاش تلصق باش ما تلصقش كاع. تنسكبوها في ديك الكرتون ديال الحليب اللي قدينا فيه العواد. العواد تيخصهم يجيو النص لداخل او النص على برا. تيخصكم تحاولوا انه تراقبوا الكاسروله تستمروا في التحريك ديالها، لان النشا الا بقات تتحرق وتتلصق لتحت، وتيخصها ما تقصحش. خص يكون غير العبار ديالها جوج معالق كبار ديال النشا باش يجي هو داك مع الحليب. حالا ما بغيناش باش ما يبقاش لينا هكايا الكرتون ديال الحليب، غادي نحطوها على جنب الحيط، وغادي نجيبو شي حاجه اللي غادي نكليوها بها باش يجينا عبار واحد وقياس واحد. حطينا هذه عليه، غادي نخليوه
تيبرد عاد نحطوه في الفريغو في الثلاجه ليله كامله، خصو يبقى ليله كامله. ها هو ده من بعد ما جمد لينا غادي تشوفوا كيف جات الطريقه ديالته. هاد الكلاص اللي قلت لكم غير مكلف، ما فيه ما فيش شي حاجه اللي مكلفه، يعني باشياء بسيطه صوبنا كلاص. بعد ما ذوبنا شكلاط في حمام مريم، هذا اللوز مهرمش غادي نحطوه معاه. تنحركوا ديك اللوز باش يقبط لينا، باش يتخلط مع الشكلاط. هاد الطرف هذا تيكون ديما صعيب باش يتحيد ديال الكرتون، نحاول نحيدوه بالسكين هكا. سنحلو معاه غير بشويه، ها هو دابا حيدناه. غادي نديرو معكم غير هاد جوج باش تشوفوا الطريقه ديالهم كيف تيجي هاد الكلاص ديالنا اللي كيقول لكم كلاص تيجي سهل و تيجي زوين في المذاق ديالو بنكهه الفريز. الواحد تيصوب الحاجه في الدار تيعرف شنو تياكل. وما تاخذش وقت طويل في الخدمه ديالتو، يعني مكوناته اللي سهله بزاف وجد بسيطه. وتشكركم كاملين، شكرا لجميع المشاركين، تشكر جميع المتتبعين، تشكركم على التعليق اللي تتركوا ليا. وكان هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم اللي هو كلاص بدون حليب محلى، بدون كريمه، بدون لاموس، بدون كلاص، بدون قوالب. كان على هذا الشكل هذا تيجي ناجح وتيجي زوين في المذاق. تشكركم كاملين، شكرا على حسن المتابعه، تشكركم بزاف بزاف. وكانت هذه هي النتيجه، راه تيجي صادق وناجح. نتمنى تجربوه وراه غيعجبكم بزاف. ونخليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم سالمين، مع السلامة. نتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله تعالى. وشكرا لكل من بقى معايا حتى لآخر المقطع، تيتبع معايا حتى لآخر المقطع، تنشكركم بزاف، شكرا لكم. وهذا هو النتيجة ديالو على هذا الشكل هذا.